اي انا اشوف هذا تحدي انا بس ماني معلن انا طبعا التقييم من 10 من 10 اوكي طيب نشوف اتفضل يلا انا قيمه كذا ها لا تبدا تصوير لا اله والله اني منك اصبر شوف لو كنت بينت الموضوع ورا مولعين اللمبات ولا طف المكيف ولا شيء لا يصلح خلي ادق عليه هنا جوال هلو عكس وجهك عكس الكاميرا يا وليدي وراك مخلي اللمبات شغاله انت تصرف من جيبك ها الله يصلح قلبك راح راح شوف لك سرفة ولا راح شوف لك شيء اشتغل ولا توظف اخبر قناه هذه بدايه ما ادري وش اسمها شفت اعلانهم بتوتر هذه قد تقدم عليهم خبرك تنشد تنشد دايم اي دايما تنشد عندنا في البيت غن لهم لعل وعسى يقبلونك يضفونك عنه ولا كشغلتنا يا وليدي وغير اكل مرعى وقلة سنة الله يصلح قلبك بس يلا يلا مع السلامه مع السلامه اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله لك جمهور يا الحبيب. الله يسلمك. معكم أخوكم خالد آل الشيخ. قدمت مشهد تمثيلي قبل قليل، أيضا منشد. أبى أسمعكم جزء من ما أحفظ. نقدم الطاولة شوي. سم. كم وزنك؟ كم وزنك؟ في سؤال هنا يا غالي. سم. هذا أحتفظ فيه يا أستاذ. لا أنا ما يهمني، لن أجيزك إلا بمعرفة وزنك. ليش؟ عشان تعرف المؤونة اللي بالقرية يعني؟ يعتمد عليها الصرفية كم بيصرف هو في من المطاعم؟ ليش غيرت؟ تبي تطلعني ما أدري شكلك. ليش غيرت السؤال من العمر إلى الوزن؟ أها هنا يعني الوزن هنا، العمر ما له لزوم، احنا ننظر كم وزنك؟ ذكر بدرجات فوق ال 100 ولا دون ال 100؟ ها؟ فوق ال 100 لا فوق ال 100 الله يعطيك العافية ما شاء الله يحفظك يرعاك يا كريم ما شاء الله يا الحرم مال يا الحرم لا جيت ما تلقى جليس تختلي بالرب في أدنى مكان تشعر أن الوقت في مكان فيس وأنت بدين ربك بامتنان يا الحرم لا جيت ما تلقى جليس تختلي بالرب في أغلى مكان تشعر أن الوقت في مكان فيس وأنت بدين ربك بامتنان يا الحرم ما بمثل جوك ونيس خصلة من جيت عمره برمضان طيب يا خالد أوكي. الله يحفظك وراك اذا تبون شيء ثاني ابد خالد تعرف يعني الله الله يا ليل اندانا واحد غنيها ها؟ ما انت منشد ما اسمعك ما انت لست بمنشد وجهة نظر تحترم والله المسألة تحترم الله يسلمك لا لا الارتباك واضح انه يعني مسيطر عليه شويتين بس اعجبني بالمشهد التمثيلي ايش رايك تمثل مشهد تمثيلي انت وفهد؟ عنده سيناريو؟ ها؟ دبس ولا سيناريو. ولا أنا اخترع سيناريو؟ عادي اخترع سيناريو ومثل سيناريو يلا قم بعد يا اخوي دائما اشوفه ما يعرف يمثل لا اوه عطى واحده لا لا نفس الصوت تعجبني يا خالد ايه رديت حقك كفو لا يلا سالني على الوزن التارجت ابوي حقق التارجت حقي زعلان على يلا هاي عندك يلا قم مثل عندك سيناريو؟ انا والله ما عندي سيناريو لكن ممكن انشد لكم مرتين اخترع اخترع والله ما عندي والله ما عندي مشهد معين لكن ممكن عندي شوده او بمناسبه اليوم اللي هو استضافه المملكه العربيه السعوديه اللي معرض اكسبو 2030 ممكن هذه اقدمها يعني للوقت يلا سب يا بلادي كلنا لك وفدا يا بلادي كلنا لك وفدا لك عشقي والامتناني والغلا لك عشقي وامتناني والغلا هذه بس والله انك موال بسيط والله انك رأس الله يحفظك الله يسعدك يا رب غن ولا ما شاء الله الله وجهك يا خالد الله يسعدك يا كريم شكرا لك يا عفوا كم تاكل وجبه في اليوم يا اخي مبروك قول ما شاء الله يا اخوي شيك عليه لا عندنا هو حاقد علي ماني حاقد عليك صل على النبي اللهم صل عندنا احنا في القريه لن تاكل الا بمال الحمد لله حلو اذا خلص الدراهم حقك في ابراهيم ما في ابراهيم ما تاكل لين يجي ابراهيم المشكله ما تاكل لين يجي ابراهيم لين يجي ما عليك ازهل امسك اليد وازهل مره ابد الله يوفقك قد وامن الله يوفقك الله يحفظك رعاك شكرا جزيلا موفق يا حبيبي الله يحفظك تقييم ولا تقييمك في الوسط اي لا تكابر علي ولا كابر علي